الوظائف الآن. إذن دكتور سلامة، الجزائر توقع رسميا على اتفاقية مع إيطاليا من أجل تصنيع السيارات من علامة فيات الإيطالية التابعة لمجمع سيتلانتيس. في البداية دعنا ربما نتحدث عن هذا الشريك وخبرته في مجال تصنيع السيارات، تفضل. شكرا لك وشكرا على الدعوة، وكنت تابعت باهتمام كثير الروبورتاج الذي قدمتموه، ولاحظت أن هناك طلب ملح لتهدئة سوق السيارات داخل الوطن. هذا النقطة الأولى. النقطة الإيجابية في القرار اللي خضته السلطة العمومية في شقين، شق فتح الاستيراد بالنسبه للخواص، وفي شق التجهيز لعمليه انطلاق التصنيع في الجزائر مع الشريك الايطالي. هنا بالنسبه للتصنيع كاين كيما قلنا حنايا نقطتين، واحده ايجابيه والثانيه لازم نكون حذرين فيها. النقطة الإيجابية، التصنيع في الجزائر متأخر ومتأخر ومتأخر جدا. رانا قصرنا حوالي 20 سنة من نقطة الانطلاق مقارنة مع دول الجوار ومع دول مثلا مثل إيران. طيب، إذا النقطة الإيجابية هي أننا حان الوقت. حان الوقت للولوج لهذا المجال في تصنيع السيارات. وحتى بفضل هذا الميدان رايح ننطلقوا في تصنيع مختلف أجهزة ومنظومات تركب على السيارات وتركب في غير مجالات السيارات. إذا نحن هنايا عندنا صناعة تحويلية صغيرة رايح تنفتح على مصراعيها في كامل الوطن. نعودوا نعطوا احنا كوم ديزاندستريال قبل ما نشوفوا اي تصنيع نشوفوا السوق شو الطلب نتاعو. نقيموا السوق الجزائري بالنسبه لطلبيات السوق الجزائري. لازم المواطن الجزائري حتى السلطه العموميه تراعي كي نقولوا حنايا الاهداف الماليه لاي سوق كبرى. السؤال الاول الواجهي اللي نطرحوه حنايا، شاهي حاجيات السوق الجزائري؟ طيب أستاذ سلامة، ربما قبل أن نتحدث عن حاجيات السوق وماذا يريد المواطن اليوم في هذا فيما يخص السيارات، ربما سألتك عن الخبرة الإيطالية في هذا المجال. الخبرة الإيطالية أستاذ نعم لا تناقش. هذا الجروب الجديد، هذا اللي راه سيليني اللي ظهر في 2021، في الأصل ما هو إلا تجميع فيزيون الجروب بين بي اس ا رونو سيتروان الفرنسي، وبين كريزلر الامريكي، وبين فيات الايطالي. راه عندها 14 ماركه سيارات متجمعين مع بعض، وحاليا في ظرف سنه اصبح هذا التجمع الكبير في ميتي ناسيونال في لاندستري اوتوموبيل. هذا ميتي ناسيونال دوكا راهي الرقم السادس في المعادله التصنيع عبر العالم، يعني لا نقاش. دوكا انا راك عندك لو بلو برو جروب كونستركتور دو موند، لو سيزيام دون لو موند. لكن هنا نسالوا رواحنا واش حنا يحتاج عندنا واش حنا نحتاجوا عندك، كيفاش هو يشوف فينا فرصه. طيب بماذا يمكن ان نستفيد من هذه الشراكه واقتصاديا طبعا؟ شوفي الشراكه اولا كيكون فيه فياسا رونو سيتروان وفيه فيات، هذه العلامات بالذات هي اللي مسيطره في السوق الجزائري من حيث التعداد للمركبات ومن حيث تقبلها في السوق الجزائري ولدى المستهلك الجزائري. دونك سو سون دي ريفيرونس مقبولين اصلا، دونك ما راحش نجيب لها ريفيرونس جديده يتعامل معها السوق قدر يقبلها قدر ما يرفضها. دونك كاين قبول مسبق. ثانيا العدد تاع المركبات اللي موجود داخل الوطن واللي مطلوب في العشر سنوات القادمه عدد هائل. السوق الجزائري يحتاج على اقل 300 الف سياره سنويا، يعني يحتاج 3 ملايين سياره في العشر سنوات القادمه. لو حسبناها ب 2.5 مليون دينار جزائري للسياره، يعني كل سياره تعادل 250 مليون، هذا باش نكونوا سياره متوسطه. اذا حاجيات السوق الجزائري في العشر سنوات القادمه 45 مليار اورو، يعني سوق هائل، يعني سوق واعد وكبير. بالنسبه للمجمع السيليني بياسا واف سي ا،
كريزلر وفيات وبيجو وسيتروين، راه طلعوا هو في الاصل نتاعو كان رايح يغزو السوق الصينيه، السوق الصينيه راه تراجع هذه عامين تراجع بالبزاف، مبيعات نتاعو على حسب لي بريفيزيون اللي كان دايرهم راهي متراجعه ب 80%، زيد دوكا عنده ضغط في القدره الشرائيه لدى المواطن، الاتحاد الاوروبي تراجع القدره الشرائيه برفع ثمن اثمان الطاقه، بالتالي هو راه يبحث عن متنفس جديد وسوق جديد. انت تعطي له سوق فيها 10 سنوات قادمه فيها سامحيني 45 مليار اورو، هذه فرصه ذهبيه لا تعوض. نعود بالنسبه للجزائريين، نحن كذلك مستفيدون، الطلب الوطني كبير وكبير وكبير جدا، وعليه يعني نقول احنا التوقيت راه مهم، لكن انا كنت اطلب ان يكون هناك حذر، لان السوق حاليا راه نشوفوا كيفاش راهي تغلي، وانا اخشى ان يقع هناك تحول كبير في الادخار الخاص ليزيبارن بريفي، الاموال اللي الناس كانت مخصصتها على جهه وحطتها في سيارات، الادخار عمليه الادخار قد تنهار داخل الوطن بسبب تذبذب كبير في السوق، ولهذا انا كنت اود ان يراعى هذا احنا الخصوصيه في الادخار. طيب بالاضافه الى هذه النقطه دكتور السلامه، في اطار المنتدى الجزائري الايطالي الذي تم تنظيمه خلال شهر جويليا الفارط، الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن اعلن عن عوده الصناعه الميكانيكيه من جديد بعد حاله الجمود التي شهدتها خلال السنوات الماضيه وفقا للشروط. على ماذا يجب اليوم ان نركز حتى نتفادى ربما اخطاء الماضي فيما يخص هذا الملف؟ شوفي انا كنت جاي، السلطه العموميه في حد ذاتها منذ سنوات وهي تحاول وتعمل جاهده لمرافقه حلم الجزائري، حلم الجزائري هو صناعه السيارات الجزائريه، الجزائريين كامل يحبوا السيارات نتاعهم، ما يحبوش الناس حابين نتاعهم وتصنع في بلادهم، اذا الحلم الجزائري هو تصنيع سياره جزائريه بمواصفات حسنه وبمواصفات مقبوله، وقد تعادل مواصفات سيارات الجيل الثالث او الرابع على الاقل في اوروبا، اذا السلطه العموميه راهي ترافق في هذا الحلم. طبعا كان هناك، طيب بالنسبه لمده دخول ربما اول سياره جزائريه دكتوره سلامه، مده دخول اول سياره جزائريه يعني الى السوق؟ والله جون فو با فار دو برونوستيك حتى ما لا اشارك في الهلع الذي يجري حاليا في السوق، دونك جون دونغي با يعني ما ندخلش في الجواب. توقعاتكم ربما بما انكم متابعين في هذا الشان ديبارن بريفي على المدخرات المواطنين باش ما يصيرش الهلع، واطلب من السلطه العموميه ان تراعي هذه المساله الماليه، يعني يصير هلع في السوق وخسارات كبيره وتحولات الاموال، لازم يعني حتى المشرع ياخذ القرار هذا، ياخذه كيما قلت حنايا بحذر كبير، يفو ما توت اون انجينيوري بور لوبيراسيون دامبورتاسيون، يفو ريفليشير سيريوزمون بور نو با بروفوكي اون كريز ماجور في السوق تاع السيارات. انا لا كريز اللي خايف منها مش في السيارات، انا خايف لا كريز ليفار في الادخار تاع المواطنين، غادي يصنع خطرات كبيره لكثير من المواطنين على جال يعني الغلق الطويل والفتح السريع. انا نصيحتي للسلطه العموميه انها تاخذ هذا بعين الاعتبار وتدير هندسه ان انجينيوري دو لوفرتور دو لا ريوفرتور دو مارشي، اون اكونتان لو مارشي ناسيونال بور نو با بروفوكي دي كريز بروس، باش ما تصراش خسارات كبيره للمواطنين، حتى لو صارت خسارات تجي على سنوات وتجي مرحليا. يفو فتريز اتونسيون شي هذا، انا لاحظت السوق راه في تخوف كبير. بالمقاربه الصناعيه، انا اطلب من الحكومه الحاليه فتح المجال فوري للهندسه السيارات، يفو ايميدياتمون ريورونتي ليزونيفرسيتي، ريورونتي لي سون دو ريشارج ديفلوبمون فلانجينيوري اوتوموبيل. راهي كانت، انا كنت نعرف الماضي القريب كان مصنع خاص حاول على كل حال من الناس الغير مرغوب في ذكر اسمائهم، الا ان كان عندها ناس فيتري دو لوتوموبيل. يفو ايميدياتمون يدخلوا لي نوفال فينيار تاع الالكترونيك كومباركي في السيارات، الالكترونيك المحموله على السيارات. تدخل صناعه المحركات، هندسه المحركات،
دونك لانجينيوري دو موتوريزاسيون تدخل رانا متاخرين بزاف يا جماعه ربي وبالكم واش قاعدين نديروا. دونك هنايا دان كوتي il faut lancer le constructeur italien خليه يجي وينستالي يعطي له العقار افتح له ما تضيقش عليه افتح له ولي المناولين الجزائريين اللي حابين يدخلوا سوق صنيع افتح لهم بلي كريدي الونتار ما تعطيلوش كريدي تاع عام و ثلاث سنين اعطيلو كريدي تاع 10 سنين 20 30 عام خلي شكون ابيل لا مايونيز تخان خلي الصناعه تنغرس في البلاد زير على لي زونيفرسيتي زير على لي سون دو ريشيرش ديفلوبمون حل المجال خلي صناعه السيارات تتحرك لك قادره تحرك لك 400000 منصب عمل في ثلاث اربع سنوات دونك مهمه بزاف للغايه ونستفادوا من اخطاء الماضي على وزاره الصناعه بالخصوص وزاره الصناعه كانت ارتكبت اخطاء كثيره في الماضي انا من شخص الاشخاص ولكن اقول استفيدوا من اخطاء الماضي حذاري ان تستفيد يعني الخطا صرا خطره وعفى الله عما سلف لكن مستحيل يتقبل باش يتكرر الخطا هذا بالتالي الصناعه اللي لازم تجي تكون صناعات حقيقيه الصناعات الحقيقيه كيفاش تبتنى ما تبتناش بالشعارات وبالادبيات تبنى بالواقع الاقتصادي المالي التكنولوجي بريباري لا تكنولوجي نتاعك قبل المصنع يقول لك اعطيني مخابر جوده اعطيني مهندسين كف اعطيني عمال كاليفي واش لونسي لاندستري نتاعك لونسي سكون ابيل لابور روسوس ايمان لونسي لو فونسي اندستريال لونسي لا سوتريتون نتاعك خليها تمشي هاي عندك لا بنوماتيك عندك لا باتري عندك سكون ابيل لي زاندستري باسيك تاع لو بلاستيك دوكا البلاستيك ما راهش يحتاج لي مول اندستريالتي هي بنوبة تكنيك دوكا في المولات تاع البلاستيك خصوصا استاذ سلامه انه هناك مجمعات اخرى تريد الاستثمار في هذا المجال في الجزائر. سيدتي الكريمه انا دائما مع حريه الاقتصاد. Il faut libérer l'économie. L'économie a été mise à la Suisse. تقدر بشويه شويه تبلوكي كاع الساعه. خليوا الايكونومي حر خلي اللي يحب ينصالي ربي يسال عليه. سيما انتايا ان طونك كومون ديراج كو غرون مارشي راك بينت لو بوتونسيال او لو مارشي الجيريان بور بي اس ا اف سي ا درك راه اكبر من الصين او الصين كان رايح يديروا 200000 سياره سنويا مترجعوا راهم يديروا افير 20000 حلوا انت في الجزائر راك تقول السوق راهي محتاجه 300000 تقدر يتعطي 50000 ولا 100000 تايدير لافير اللي ماشي انا نفصل السلطه العموميه وهذه وصيتي للسيد الوزير تاع الصين حل ليكونومي خلي ليكونومي دور وجبد جماعه الاداره والمواطنين هذوك نسحبوا شويه خلوا المهندسين خلوا المخاف تاع الصناعه خلوا المصنعين لي كابيتان دو لاندستري نقباء الصناعه خليهم هما يتقدموا تراجعوا شويه انتوما خليوا الناس تخدم كيفاش دير حل الاقتصاد ما تضيقش على الناس ما تضيقش على المناولين حلوا لي كريدي ما تعطيوش كريدي تاع عام وعامين وثلاثه اعطي له 10 سنين نقصوا في لوطو ديريكتور بانكير هذا باش لا مايونيز بريف باش الاندستري تاعك تقلع ما لازمش نكون متاخرين على المغرب المغرب دوكا راه يخدم القطارات قطيرات الدفع لي سكون ابيل لي تران دو فيكول لي تران افون لي تران اريير فراه دوكا غادي يولي واحد من المصدرين العالميين تاع الكوابل المواصلات بالكوابل الكهربائيه والالكترونيه ردوا بالكم رانا متاخرين. طيب استاذ سلامه لما نتحدث عن فتح نتحدث عن نعم 100 دولار راه يتم عليك اربع اصناف 80% ادماج نعم انا متاخرين يا جماعه حلوا ما تزيدوش تاخروا في طم الشهاد هذه الوصيه نتاعي. طيب لما نتحدث عن فتح مجال الاستيراد بالنسبه للسيارات اقل من 3 سنوات العديد من المختصين في المجال اعربوا عن ارتياحهم للتعليم ربما الاسواق ستؤدي هذه التعليم الى استقرار الاسواق والاسعار كذلك. في الجزائر اليوم انت تتحدث عن الهلع وربما ما نسمعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري اليوم يبحث عن هذا الاستقرار في الاسعار. هناك نقطه لو توضح لنا بما ان الجزائر تنتمي الى المنطقه العربيه للتبادل التجاري الحر هل هي معفيه من الرسوم الجمركيه بالنسبه لاستيراد السيارات؟ شوفي يا استاذه انا علاه حذرتكم قلت لكم نحطوا ازمه اون ريس دو كري نو ميم لا كريز دو شارجين انا نقول لكم حافظوا هاني نقول لها نوجهها للسيد وزير الصناعه باسكو هو اللي راه يمشي بالسياسه هذه حافظ على مدخرات المواطنين الجزائريين لي شونج دو ليبارن دي الجزائريين اي فراجيل لو بوفوار داشا تاعهم راه ديجا ضعيف اتونسيون كو ليبارن باسكو ودي مليار
جو ديغي دي مليار دو دينار فون سيفابوري في لو مارشي ا لوفرتير. انت كي خلق على الاستيراد خلقت باسكو الخزينه ما كانش تكفي وانت يعني مشكور على الاستيراد، لكن كي تفتح ما تفتحش هكا بكل مصراعيه دير له قنن الفتح هذا ولافقوا باش لو مارشي دو لوطوموبيل اون الجيري ما ينهارش كليا ولي بان تاع الفاجريه ما تنهارش كليا، حتى لو كاين خسارات فتتها في الوقت فتتها على سنوات على 6 سنوات 5 سنوات حتى السوق يبدا يابسوربي لو شوك هذا نتاعو. ليكونومي اي صعيبه يا جماعه، موش غلق اليوم وحل غدوه، ما تصراش كيما هكذا. ليكونومي سي فراجيل، فوا لي دوسمون، يفوا لي بريدامون، يفوا لي انتيليجامون. بالنسبه للسوق العربيه والله سامحيني انا كنت مع الحادث عن السوق العربيه وما شابه، يقول لي واش قاعدين نديروا احنا واش قاعدين نحكوا. اي عندك حاجيات، عندك حاجيات، المواطن تاع الجزائريين عنده 9 ملايين عائله، عنده 6 ملايين سيارات، يعني خاصك 3 ملايين سياره، 3 ملايين سياره نقولوا يا سيدي جيبها في 10 سنوات، يعني خاصك 300 سياره سنويا. دونك انت عندك ان انورم بوزوان، ما تقدرش تقول لها اني غادي نخدم تو سويت باش نزاد قدام. بو واش تحتاج انت دركا؟ تحتاج سياره الشعب، كون ابل لا فوتو دو بوب. تحتاج سياره اللي ما لازمش تفوت 10000 اورو ولا 15000 اورو على اقصى تقدير وتكون متوفره باعداد كبيره، هذه ما تركبش عليها ضرائب كبيره باش ما تزيدش يعني تفريني لاندستري نتاعك، خلي الضرائب مهبطه لمده 3 سنوات 5 سنوات حتى لاندستري تشد روحها حتى تكذب روحها ومن بعد تبدا تطلع في الضرائب نتاعك، دونك ميم لا بريسيون فيسكال، يفو كا لا كومبان لاندستريزاسيون سكون ابل نيسونس راهي امبريونير راهي عندها الامبريون، ما تضغطش عليها دوكا لا بريسيون فيسكال راح تريبها في الديماراج، ارخف عليها ساعدها لونسي لي فورماسيون تاعك لونسي لي زانستيتي، راه عندك خير من مهندسين تاع السيارات راهم يمشيو للقرون في دبي، راهم هنا عندك فليت ما في الحراش، عندك مهندسين دكاتره من خير الدكاتره في البلاد يا جماعه هما اللي يقروا في دبي ويقروا في الامارات ويتو، عندك لي سون دو ريشارج ديفلوبمون تاع الميكانيكا عندك في القنطينه في الصين في الجزائر، عندك خير من خبرات دير ان ديكسيونير دو كومبيتونس، استدعي الخبرات الوطنيه نتاعك اهلهم كيشكون دير كيشكون راك دخل حرب صناعيه شكون لابيل دير كيفاش نقول احنا. طيب الحديث عن المناطق سجد سلام، ربما نتحدث عن تصنيع السيارات في منطقه الطفراوي بولايه وهران، ماذا يمكن ان نقول عن هذه المنطقه الصناعيه؟ شوفي استاذه انا يا بيرسونالمون يعني شخصيا انا اود ان تصبح الجزائر على الاقل على الاقل في 3 اقطاب كبرى، قطب في الشرق، قطب في الغرب، وقطب في الوسط. قطب في الغرب حاليا رانا نشوفوا هاي رونو، هاي سيتروان، هاي بيجو. دونك هذا القطب سيصبح قطب تصنيع المركبات ذات الطابع الاوروبي. اكيد سيعود بالمنفعه على الولايات. اما مش يعني في الوطن، يعني الوطن عندنا في الغرب قطب التركيب الاوروبي، ارجع لي في الوسط. يعني بين العاصمه وتيارت ومسيله وهذيك الجوايه، اجعل لي القطب الياباني الالماني دونك لا مرسيدس لو جابوني اكسترا، وروح لي للشرق القطب الصيني الهندي الكوري الشمالي، اطلق لي الهونداي واطلق تويوتا واطلق ديرهم في الشرق، هكذا يكون عندك 3 اقطاب 3 غرون بول اندستريال في البلاد، الجزائر هذه قادره تولي من كبار المصنعين في البلاد. يا ما روحوا للوجيك ايكونوميك، اقعدوا في منطق الاقتصاد، منطق الاموال، منطق كيفاش نربح وكيفاش نحافظ الاموال نتاعي وكيفاش نهيئ التصنيع، ما تدخلوش الاداريين، جماعه فينا ربي يحفظكم مثل ما حبابنا وخوتنا نتعبوا شويه، خلوا المهندسين، خلوا الناس تاع الصناعات يتقدموا، راكم متقدمين بزاف، والله انا يحب في قلبي كي نشوف السيد الوزير محاكم الاداريين، وين راهم المخخ نتاعك؟ وين راهم الجناير نتاعك؟ وين راهم الناس اللي ينفعوك؟ ارجعوا للمنطق الاقتصادي وخرج من المنطق الاداري، حتى دفتر الشروط انا اود ان يكون مخفف، ما تزغطوش بزاف، كونوا مخففين حتى سيدي اي ما سيدتي الكريمه حتى في لاكويزين باش ديروا لا مايونيز تصبروا لها باش تحكم، نفس الشيء لصناعه السيارات لازم تصبروا، الجزائري ما عندناش ثقافه التصنيع، عندنا ثقافه البريكولاج، عندنا ثقافه لا مانتونونس. طيب استاذ سلامه كسؤال اخير بعد فتح نعم اللي ما نعرفوش. طيب استاذ سلامه كسؤال اخير بعد فتح المجال امام المواطنين لاستيراد سيارات اقل من 3 سنوات، هل بعد تجسيد هذا المشروع لتصنيع السيارات ربما مع مشاريع اخرى في ذات المجال، هل يمكن الاستغناء اليوم عن الاستيراد ونقول ان التصنيع بدل الاستيراد هي خطوه نحو حل هذا او حل المشاكل التي عرفها هذا الملف في البلاد؟
يا استاذه كي تقولي لي التصنيع وتقولي لي استيراد، كي شغل تقولي لي خير بين الطرود طريق السيار والطريق الوطني يمشيوا مع بعض يا استاذه. خلي اذا كانت التصنيع هو الطرود لا الاستيراد هو الطريق الوطني، خليه وين يمشي. وانا دائما نقول لكم يا استاذه وانا نحب الميساج هذا يوصل للسلطه العموميه خاصه، حلوا ليكونومي ما تدخلوش فيها بزاف، راهي عندها قوانين طبيعيه تمشي بها. ليش بزاف؟ انت دوكا راح تقول لي نحل الاستيراد، قال الاستيراد على التكلفه نتاعك، روح اخويا استرف الاموال نتاعك ما عنديش مشكل. ما معناه ما غبوا المصنعين الجزائريين كي يقول لك انا مثلا يروح للبنك يقول له انا اعطيني سلف بنكيه، اعطيني سلف بنكيه بالعمله الصعبه، نعطيك سلف بنكيه بالعمله الصعبه بصح الارجاع بالعمله الصعبه. ترجع سلفتك بالاورو ورجع لي بالاورو، ترجع ليش بالدينار. دبر راسك اخويا صنع وسلطان ورجع لي بالاورو. كما ما نضيقش عليك، في عاوز باش نعطي لك سلفه في 3 سنوات، نعطيها لك في 10 سنوات حتى التصنيع نتاعي يقلع. انا عندي صناعه البلاستيك، انا عندي صناعه لاباتري، عندي صناعه ميكانيكيه مجهده في بلعباس، مجهده في قسنطينه. استعاد مجهده دركا في الرويبه، عندنا خبرات. هاو مين احنا كنا نقطعوا الحديد بالبلازما، الناس اللي كانت ما تعرفوش. لاشي كان لاشي ما كنسمع به خلاص، مين كان البلازما يدور في الرويبه لاشي ما كنسمع بها بلا تكنيك. دونك حنا كي شغل انا مبلوكين بعض النفط بالدرع، حنا مبلوكين بعض النفط. سي انورمال، والله غير شي خطر للواحد يحس في قلبنا لو فريناج هذا. علاه لو فريناج؟ من راه جاي؟ جاي من القرارات الاداريه. القرارات الخاطئة، القرارات اللي تدخل في دورة الاقتصاد. خليوا الاقتصاد يدور هو يحكم روحه بروحه. بإشراك المهندسين والخبراء. أكيد أستاذ الدكتور أو الدكتور جلول سلامة مستشار مؤسسات وريادي الأعمال، شكرا لك، كنت معنا على المباشر للحديث عن هذا الموضوع. مشاهدينا نبقى في ذات السياق.